السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين معنا في الحصة ديال التجويد إن شاء الله. دونك كما شفتوا الحصص ديال التجويد كانت مبرمجة اليوم الأربعاء، كانت يوم الأربعاء نورمالمون، لكن قلنا نديروها إن شاء الله نهار الاثنين، هي يكون أول درس ديال الأسبوع، وكم صار لأن كيكونوا بعض الالتزامات الأستاذ ديالنا، باش ما يعني باش نحاولوا ما يكونوش ما يضيعوش لنا حصص، ونبقاو غاديين بنفس لاكادونس اللي كنا غاديين بها. بالنسبه للجديد اللي كاين ان شاء الله، هو انه اول حاجه بدنا يعني بالنسبه للموضوع ديال الشهر، وصراحه غيكون موضوع ماشي ديال شهر واحد ولكن ربما حتى ديال شهرين، اللي هو انشاء المشاريع. دونك مشروع ديال انشاء رحله مشروع اللي هو غادي نبداو به ان شاء الله، يعني انطلاقا من هذا الاسبوع هذا، وانطلاقا من الاسبوع القادم ان شاء الله غادي نبداو نهار الثلاث، غادي اضافه الى الحصه ديال التجويد ديال الاثنين، غتولي عندنا نهار الثلاث واحد الماده اللي غتكون اللي هي عندها علاقه بتكوين المشاريع، هي ماده نهار الثلاث ان شاء الله، هي في نفس التوقيت خاصه بانشاء المشاريع. هذه الماده هي يعني بنفس الطريقه هي غندخلوا فيها لابليكاسيون ديالنا، والاستاذ ديالنا غادي يعطينا يعني غادي نحاولوا نشوفوا جميع زعما المراحل باش نقدروا نبدا نشدوا واحد الفكره ونطوروها ونردوها مشروع، وهذا غيكون يعني غيكون واحد ان شونتي ديال واحد ديال تقريبا ديال شهرين. نهار الاربعاء ان شاء الله الناس اللي كيحضروا الحصص ديما كيكون عندهم الجديد هما الاولين، نهار الاربعاء ان شاء الله غادي تكون اول حصه، غادي نعاود عاوتاني الحصص ديال اللغه الاسبانيه مع الاستاذه سناء اللي معانا في حصه ديال التجويد اليوم، غادي تكون ان شاء الله الحصه نهار الاربعاء اول درس ديال اللغه الاسبانيه. الخميس كيف ما راكم عارفين، وبالنسبه للناس الجدد الخميس ان شاء الله غادي يكون عندنا اللغه الفرنسيه، والجمعه اللغه الانجليزيه. دونك غادي نكونوا كومسا بوكلينا لا سمين كامله، اثنين ثلاث الاربعاء الخميس الجمعه. كنتمنى اننا يعني تبارطاجوا هذه المعلومات مع ناس وحدين اخرين باش اللي تعم فائده اكثر، وان شاء الله ان فوا ندوزو يعني يبان لنا كاين واحد التقدم، كاين الناس كيستافدوا اكثر، وبان بان يعني كان كنت نترجو حصه التجويد مرتين في الاسبوع. الو بالنسبه للعدد ديال الحصص، بالنسبه للتساؤل ديال هذه، بالنسبه للعدد ديال الحصص هذه المساله هذه غادي نحاولوا نشوفها من بعد، يعني دابا كنحاولوا اننا نحاولوا نقدم الاسبوع كامل عاد باش نشوفوا الامكانيه ديال اننا نزيدوا عدد الحصص. داك الشيء علاش يعني كيف ما كيطلبوا الاساسي ديالنا من مثلا الحصه اللي كنديروها، نقدروا باغ اكزومبل نقدروا يعني نحاولوا مثلا واخا عندنا غير حصه واحده يعني نبقاو نواظبوا عليها يعني في جميع ايام الاسبوع. واليوم ان شاء الله قبل ما ننعس غادي نابلودي كاع الدروس ان شاء الله اللي داروا الاسبوع اللي فات، كلهم واجدين، خصني غير نابلودي. كنظن الاستاذ ديالنا كاين معانا. مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي محمد. حيا الله سيدي عثمان، كيف الحال؟ احوال طيبه؟ الحمد لله، الله يجزيك بخير. الله كل شيء بخير الحمد لله، ربي يخليك. مشرفين سيدي محمد. نبدا ان شاء الله، انا نعطيك اما وحنا كلنا اذان صاغيه ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثره ومستنى بسنتهم وسار على نهجهم وضربهم إلى يوم الدين. بادئ ذي بدئين، سأل الله جل وعلا أن يفتح لنا أبواب الفهم، وأن ييسر لنا الأمور، وأن يجعلنا من حملة كتابه العاملين بعلمه، وأن ييسر أمورنا جميعا. وفي البداية أود أن أعتذر على الغياب حصتين، أسأل الله عز وجل لظروف طارئة، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إن شاء الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى سورة الغاشية، يعني سورة الغاشية هي التي كانت في آخر حصة، كانت التلاوة مع إن شاء الله تعالى أنها ستحفظ بإذن الله عز وجل من طرف الطلبة. والسورة التي هي ورد اليوم إن شاء الله تعالى هي سورة الفجر. فقبل أن نبدأ نريد أن نسمع تلاوتين نموذجيتين بإذن الله عز وجل لسورة الغاشية حتى نرسخ حفظها بإذن الله جل وعلا. فمن يتفضل إن شاء الله تعالى. من يتفضل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. معك تلميذة حنان. مرحبا. 17 سنة من الجزائر. مرحبا. أستاذ حاب نسقسيك برك، درتوا أحكام التجويد من قبل؟ لأنه مشتركة جديدة. بدينا لعل حصتين أو ثلاث حصص تكلمنا
تكلمنا على مخارج الحروف وعلى الاستعادة والبسملة، وبإذن الله عز وجل اليوم غادي نكملوا مخارج الحروف إن شاء الله تعالى. سورة اليوم سورة الفجر، الصورة التي سنقرأها اليوم سورة الفجر، لكن الصورة التي كانت في الحصة الماضية هي سورة الغاشية. وطبقت عليها الأحكام. نعم. سأحاول إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشرين. لا لا، صورة الغاشية، صورة الغاشية ماشي ليس الفجر. أحسن. صورة السابقة. سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية، تسهيل، تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها صور مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. زرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. أفلا. نعم. زرابي. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم. إيابهم إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. نقرأ سورة الفجر إن شاء الله تعالى جماعة كما تعودنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر.
والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. الله العظيم. كانت هذه سورة الفجر إن شاء الله تعالى، هي سورة من سور الحزب الستون، يعني هي السورة الثالثة من السور التي إن شاء الله تعالى سنكون قد حفظناها بإذن الله عز وجل، وأمل أن تكونوا قد حفظتم يعني سورة الأعلى وسورة الغاشية إن شاء الله تعالى سورة الفجر بإذن الله عز وجل. فلعلنا قد وصلنا كنا تذكرنا في الحصة الماضية عن بعض مخارج الحروف، بعض المخارج، آخر مخرج ذكرناه، آخر مخرج من مخارج الحروف ذكرناه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخت زينب، هذه أول مرة تلتحق بهذه المنصة هذه. على حسب علمي فآخر مخرج للحروف هو الشفتين. لا، آخر مخرج تدارسناه احنا الحصة الماضية، يعني كان الحصة الحلق، يعني مخرج الحلق إن شاء الله تعالى سننتقل في هذه الحصة إلى مخرج النون. النون هذا الحرف، حرف النون، يحتاج في نطقه وفي إخراجه من الفم أو الأصل من الخيشوم، يحتاج إلى تقنية، يعني أن القارئ لما يريد أن يخرج مخرج النون يحتاج إلى تقنية دقيقة في إخراجه. إذا الحمد لله ضبطناه فستكون بإذن الله عز وجل الأمور مضبوطة بإذن الله عز وجل. فمخرج النون هو يخرج من طرف اللسان مع ما يحاديه من اللتة تحت مخرج اللام، ويصاحبها غنة من الخيشوم، يعني ملي كتضغط واحد شوية باللسان ديالك في بلاصة اللام، لأن اللام في الحنك الأعلى كتضغط واحد شوية وكتخرج النون، خاصة إذا كان فيها تنوين، ويصاحبها غنة من الخيشوم. سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل أو النصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل، يعني أنه ينقسم إلى قسمين، النصف الأول اللي هو اللسان، هذاك النصف المكمل يعني اللي كيكمل باش بالجزء الخيشومي اللي هو الخيشوم اللي كنعرفوه، الخيشوم هو النصف المكمل، هذا هو مخرج النون. مخرج النون قلنا مخرج النون يخرج من طرف اللسان مع ما يحاديه من اللتة تحت مخرج اللام بقليل، يعني تحت ما المخرج ديال اللام كما ذكرنا واحد الفائدة اللي هي تقدر تعرف المخرج ديال الحرف بلا ما تقراه، وهي أن كل حرف تريد أن تعرف مخرجه فسكنه، كتلقى عند البداية ديال الأسنان ديالك عند التنايا فوق من التنايا، هذه هي المخرج ديال اللام. النون فوق منه شوية من طرف اللسان مع ما يحادي من اللتة تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبه غنة من الخيشوم، لأن كان الحرف النون في غنة
بحال غنه غنه، يعني هنا راه غتخرج واحد الغنه من الخيشوم. قلنا ينقسم الى قسمين، الجزء اللساني، الجزء اللساني والجزء الخيشومي. الجزء اللساني هو المكمل، نصف المكمل، والجزء الخيشومي هو نصف المكمل. يعني هاد الالفاظ، الالفاظ اللي كتكون الفاظ علميه دقيقه، فحنا المغزى عندنا والمراد اننا نضبطوا المخرج ديال النون. هذه فائده الى ما عرفتيش المخرج ديال النون وسئلت عنه، ولا مخرج اللام ولا اي حرف، خاصك تسكن هذاك الحرف وغتعرف المخرج ديالو باذن الله عز وجل. ننتقل الى مخرج الراء. مخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاديه من اللتة، قريب من مخرج النون الراء. والراء يجب على الإنسان أن يحتاط فيها من التكرار. دابا كيقول كيقرأ كيقول اهدنا الصر، لا تبقاش تحرك لسانك، اهدنا الصرا صرا، يعني مرة واحدة مرة. إلا لكانت عندها الشدة فحنا كان نعيدها مرات. أما مخرج الراء هو مخرج دقيق، قلنا من طرف اللسان مع ما يحاديه من اللتة، قريبا من مخرج النون، يعني المخارج واحد حدا واحد واحد حدا واحد. دابا النون حداها الراء، الراء اهدنا الصراط، وخطأ يقع فيه القراء وهو من اللي كيكون كيقرأ داك التكرار. الراء ما كتبغيش التكرار. ربنا كتسمع ربنا، لا ربنا ربنا. إلا ضبطتي المخارج، دابا إلا ضبطت المخارج الحروف، إذا ضبطت مخارج الحروف ضبطا صحيحا كانت التلاوة صحيحة بنسبة 80%، ثم تأتي القواعد الأخرى مكملة للمخارج. يبقى المد والغنة والإقلاب إلى غير ذلك. نعيد مخرج اللام، مخرج اللام إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. مخرج اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. الحافة ديال اللسان الأخر ديالو، الأخر ديال اللسان اللي كنشدو بيدينا، من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. الأخر ديال النص بحال كنقولوا النص ديالو كنحطوه في اللهة الفوقان الأعلى، اللهة الأعلى ديالنا كنحطوه فيه كنس اللام. هذا هو مخرج اللام، مخرج اللام هو هذا. وأدنى يعني حيز اللام، الحيز اللي كيكون فيه اللام هو من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاديه من الحنك الأعلى. من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاديه من الحنك الأعلى. يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. يعني اللام المفخمة واحد التقعر، كنقول يعني بحال اللسان ديالك كيولي مقعر الوسط ديال اللسان ديالك، وتضيق في الحلق ملي كنقولوا يعني كيضيق الحلق ديالنا باش كيخرج لام مرققه. هذا هو مخرج اللام باذن الله عز وجل. تذكرنا مخرج النون، مخرج الراء، ومخرج الراء، مخرج الراء هو الفجوه التي يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء، والتي لولاها لا نقفل المخرج تماما مما يؤدي الى التكرير المنهي عنه. ها المساله اللي ذكرت لكم قبيله، الفجوه التي يمر منها جزء من الصوت من صوت الراء عند نطق الراء، والتي لولاها لا نقفل المخرج تماما مما يؤدي الى التكرير المنهي عنه. الراء دابا كتلقى ناس عندهم مشكل في الراء، لماذا؟ لان واحد الجزء كما كنقولوا الفلجه ديال السنان، الأسنان هي اللي كتكمل المخرج ديال الراء بإذن الله عز وجل. وهناك مقارنة بين الراء المفخمة والراء المرققة. الراء المفخمة هي تقعر وسط اللسان، والراء المرققة تضيق في الحلق بخلاف المرقق، يعني بخلاف الخلاف ديال المفخمة، تضيق في الحلق. هذه الراء المرققة. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى مخرج. أود أن تكون هذه المعلومات قد سجلت كتابة، لأن كما يقول العلماء العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيدك بالحبال المتينة. العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيدك بالحبال المتينة. كتبوا ما خسر والو، المعلومه اللي سمعتها واللي ما عرفتهاش نعاودها باذن الله عز وجل، ما عندناش الاشكال. مخرج الطاء والدال والتاء،
المخرج ديال الطاء والدال والتاء كيجمعوا في طرف اللسان مع اصول ثنايا العليا. استاذ قطع دقيقه برك. الراء المرققه ما فهمتهاش بيان. الراء المرققه نعم. المخرج ديالها نعم. المخرج ديالها هو المخرج ديال 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 الراء كامل. دابا حنا كنهضروا غير على المرققه. ملي كتكون مرققه كيكون واحد التضيق في الحلق، الحلق ديالها واحد التضيق. الا جربتي وسكنتيها كتحس بالحلق ديالك يضيق، سبحان الله كيضيق الحلق ديالك. اما المخرج ديالها هو اللي ذكرنا في البدايه، وهو من هو من طرف اللسان مع ما يحاديه من اللثة، طرف ديال اللسان مع ما يحاديه من اللثة الفوق، اللثة اللي فوق الاسنان، هذا هو المخرج ديالها عموما. اما المرققه غير كيضيق ملي كنرقوها، يعني كنقراوها مفخمه. رب العالمين واحل الله البيع وحرم الربا. الربا كاين اختلاف بسيط. هذه المقارنه هي مقارنه دقيقه. الى الحمد لله الانسان ضبط هذه الامور خاصه المقارنه الدقيقه، فغيكون عنده الحمد لله علم ممكن ان يوصله الى غيره باذن الله عز وجل. مخرج الطاء والدال والتاء كما قلنا، طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان، ط د ت، طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، فوق من الثنايا، فوق من هذوك يعني الاسنان ديالنا القداميين، فوق منهم طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. هذا هو الاصل. مخرج الصاد والسين والزاي. إذا ما فهمتوا شي حاجة ممكن تفسروا لي. أنا راه كثرت عليكم من المخارج ولكن مزيان بالضبط الحمد لله. إلا كنا غادي نخدموا واحد الخدمة يعني سيكون العمل متقنا بإذن الله عز وجل خالصا لوجهه الكريم. رحم الله من عمل عملا فأتقنه. في غنمروا على المخارج مرور الكرام، ثم بعد ذلك يأتي الطالب وقد حافظ من كتاب الله عز وجل 15 حزبا أو 20 حزبا ولا يتقن المخارج. فلهذا غادي نكملوا المخارج بإذن الله عز وجل وقربنا نكملوها. مخرج الصاد والسين والزاي. أص ز، يعني هذه منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، يعني فوق ورا السنان، الأسنان السفلية لتحت من الثنايا منتهى طرف اللسان كيتحط مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. منتهى طرف اللسان، منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية، يعني الأسنان الصفحة الداخلية للأسنان الداخلية للثنايا السفلى. الثنايا السفلى يعني الأسنان، عندنا الثنايا العليا والثنايا السفلى، الصفحة الداخلية للثنايا السفلى كيتحط اللسان منتهى طرف اللسان، فيخرج الصوت كيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. نجربوها. ها يعني منين كيخرج من الفتحة ديال الفم ما بين الثنايا العليا والسفلى، يعني كيبقى واحد الشفق قليل، واحد الانفتاح قليل في الفم، كيخرج منه الصاد والسين والزاي. هادو عندهم مخرج واحد. مخرج الضاء والذال والثاء، يعني هاد ثلاثة الحروف حتى هما كيتجمعوا في مخرج واحد. طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، يعني الأطراف ماشي القدام، الأطراف ديال الثنايا العليا، يعني كتحط في الطرف ديالها التحتاني طرف ديال الض ض، يعني الثاء ماشي التاء، الثاء المعجمة. طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، هذا مخرج الضاء والذال والثاء. ثم مخرج الفاء من باطن الشفة السفلى، من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. الشفة السفلى عندنا شفتين، الشفة العليا والشفة السفلى، كيخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. مخرج الفاء. اللي ما سجلش شي حاجة يخبرني بها.
مخرج الواو الغير المادية يعني و ما فيهاش مد و, و لا كنهضروا على و بانضمام الشفتين إلى الأمام و مع ارتفاع أقصى اللسان وتقدم سبب التفريق بينها وبين الواو المادية يعني تقدم دوينا على الفرق ديالها بينها وبين الواو المادية بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان انضمام الشفتين إلى الأمام كيفاش انضمام الشفتين إلى الأمام يعني أنك كتحاول كتسد الفم ديالك هو بحال كتجمعه واحد شوية مع ارتفاع أقصى اللسان وأقصى ديال اللسان كيتهز ما كيبقاش في في في, في فوق من الثنايا السفلى ولا العليا هو هذا هو المخرج ديال الواو الغير المادية مخرج الباء مخرج الباء بانطباق هذا أسهل مخرج اللي ممكن تعرفه بانطباق الشفتين انطباقا تاما على بعضهم الباء ب ب شفتين كنلصقهم كيخرج حرف الباء بإذن الله مخرج الميم مخرج الميم بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم مخرج الميم بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل هذا مخرج الميم هو مخرج صعيب شوية م بانطباق الشفتين م قلنا الباء كتنطبق الشفتين والميم كتنطبق الشفتين ولكن الميم كنستعملوا معاها واحد النصف اللي هو قلنا نصف مكمل وهو النصف الخيشومي خيشوم فوق من الأنف واللي كتخرج منه الغنة هذا هو النصف المكمل الغنة من حيث كونها حرفا يعني حرف الغنة الغنة تعريف الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم النصف المكمل وهو الجزء الخيشومي اللي كاين تحت من الأنف الخيشوم هذاك هو النصف هذاك هو النصف المكمل لمخرج الميم الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم اي التجويف الانفي واحد داك التجويف اللي اعطانا الله عز وجل في الانف وعنده دور في النطق وتكون مصاحبة للنون والميم في كل احوالهما الا ان طولها يختلف بحسب وضعهما كما سياتي يعني الطول ديالها كيختلف فين غتجي الميم وفين غتجي النون يعني كيختلف حسب الكلمه اللي جات فيها او المنزله ديالها في الكلمه واش هي عندها الشده ولا ما عندهاش الشده واش هي عندها التنوين لا يعني حسب المنزله ديالها وهذا الشيء غنتكلموا عليه ان شاء الله تعالى ملي غادي نفصلوا في المخرج ديال الغنه ان شاء الله تعالى دابا حنا تكلمنا لعلنا اتممنا المخارج اتممنا المخارج ولله الحمد الى 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 بغيتو نديرو الصفات ان شاء الله تعالى صفات الحروف مخارج الحروف ثم صفاتها نديرو الصفات الى كان مازال الوقت نديرو الصفات ان شاء الله تعالى نديروا الصفات إن شاء الله تعالى صفات الحروف دابا حنا تكلمنا على مخارج الحروف ثم الصفات هي في علم التجويد كتعرف بصفات الحروف تلك الصفات هي الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف إلى خلينا بديك الصفة اللي عند الحرف إلى خلينا بها كي يوقع إخلال في صوت الحرف يعني أن الحرف ما كيخرجش من المخرج ديالو الصحيح كالهمس والجهر والاستفال والاستعلاء بخلاف ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين من الفم كالحروف الشجرية والنطعية هذه معلومات أخرى صفات الحروف العربية كتنقسم لقسمين
قبل ما نتكلموا على في القرآن عندها قسمين، صفات لها ضد، صفات لا ضد لها، بحال مثلا الهمس والجهر، الاستفال والاستعلاء، هذه التفخيم والترقيق، يعني هذه لها ضد وصفات ليس لها ضد، مثلا القلقالة إلى غير ذلك. غادي نعطيكم إن شاء الله تعالى بعض المخارج. المخرج الأول، الصفة الأولى، الصفة الأولى صفة الجهر، الجهر والهمس، ثم الشدة والرخاوة والبينية، ثم الاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح إلى غير ذلك. هذه الصفات هذه هي اللي عندها الضد ديالها. احنا غادي نتكلموا على أول صفة فيهم وهي صفة الهمس والجهر. الهمس والجهر الحروف المهموسة غادي تسجلوها معايا لأنها غتكون بإذن الله عز وجل في امتحان. هاد الحروف، هاد الحروف اللي غادي نقول هي دي الحروف المهموسة في اللغة العربية، في حروف اللغة العربية. فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. أستاذ هذه حروف الهمس والجهر المهموسة، هذه حروف الهمس. فحثه شخص سكت، جيد إن شاء الله تعالى. ثم الحروف الجهرية هي ما تبقى من حروف اللغة العربية، وهي 19 حرف. الهمس غادي نديرو دابا تعريف الهمس. الهمس هو الخفاء في السمع، الخفاء في السمع، كيتخفى الصوت ديال الحرف بحال ما كتسمع، يعني كيكون واحد الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. هذا عنده علاقة بالأحبال الصوتية والأوتار الصوتية وعدم اهتزازهما، وكيخرج الهواء بزاف، كيخرج الهواء بزاف من بينه. مثلا الشين، يعني كيخرج الهواء، كتلقى هذاك المخرج يخرج منه الهواء كثيرا. هذا هو الهمس، هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهم. ضبطناه. وجريان كثير لهواء النفس، جريان كثير لهواء النفس، يعني هذاك الحرف بحال كيخرج النفس بزاف عكس حروف اخرى الباء او كذا. الجهر. أستاذ إذا ممكن تجيب لنا تعريف الهمس؟ الهمس نعوده، هو هذا اللي كنت كنتكلم فيه دابا. غير حيت ما كتبتش بعض الكلمات داكشي. هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. كيولي الحرف كيتسمع قليل بحال كيتسمع قليل، والخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. يعني هذوك الوترين الصوتيين اللي عطينا الله عز وجل، اللي هي واحد معجزه من معجزات الله جل وعلا. ولعل من درس الموسيقى يعرف يعني طبقات الصوت والطبقات، يعني كيف ينتقل الصوت من طبقه الى اخرى. احنا الله عز وجل عطانا وترين صوتيين، هذوك الوترين هما اللي كيخرجوا هذه الاصوات كامله. وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس، يعني كيولي الهواء خارج. غادي ندير واحد باذن الله عز وجل، غندير واحد التدريب على سميتو، غندير واحد التدريب ان شاء الله تعالى على كيف نحافظ على النفس، خروج النفس ان شاء الله تعالى. غادي نتكلموا باذن الله عز وجل على الجهر، صفات الجهر. صفات الجهر هو الوضوح في السمع، العكس ديال الهمس، هو الوضوح في السمع نتيجه تضام الوترين الصوتيين. هذوك الوترين الصوتيين كيتلاقاو وكيولي فيهم اهتزاز باللغة الفرنسية فيبراسيون، واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس، ما كيبقاش يخرج النفس بزاف. مثلا اللام، ضبطنا. الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. نكتفي بهذا المخرج ديال
همس الجار وتبقى لنا أنا الصفات تبقى لنا الصفات الأخرى إن شاء الله تعالى نبدأ بها في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. وستكون هناك تلاوة كما كنقولوا تلاوة نموذجية بإذن الله عز وجل. وكنتمنى هذه المعلومات اللي طرحت من مخارج حروف وصفاتها تضبط لأن كما كيقولوا العلماء هي زبدة العلم، يعني ملخص دقيق كل كلمة فيه عندها معنى ومغزى. فنضبطوا هذه المعلومات ونحاولوا نقراوها ونعاودوا نقراوها ونعاودوا نقراوها بإذن الله عز وجل. الامتحان بإذن الله عز وجل نضبط الأمور مع الإدارة إن شاء الله تعالى ويكون الامتحان إن شاء الله تعالى. نحددوا الوقت غادي نعلمكم قبل إن شاء الله تعالى، ولكن ممنوع شي واحد يشوف شي ورقة كتبها لأنها غتكون مراقبة ربانية. ممنوع إنسان يحاول المعلومات اللي اكتسبها والمعلومات اللي عنده هي اللي غادي تخرج باش نستافدوا. اللي ما عرفش شي حاجة باقي الدروس هي مسجلة، سجلها السي عثمان إن شاء الله تعالى ستوضع في المنصة، ستكون رهن إشارتكم إن شاء الله تعالى. نبدأ بإذن الله عز وجل نقرأ سورة الفجر. شكون اللي تطوع ويقرأ لنا سورة الفجر إن شاء الله تعالى؟ إذا ممكن نقرأ. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. حجر كما قال حجر حجر الجيم شنو وضع لكم هذه المعلومة ديال قلقلة في الجيم. الجيم تمزج مع بعض الدال ج حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. بإذن الله عز وجل ستكون هناك تلاوة سأقرأها إن شاء الله تعالى لسورة الفجر على أساس أن نثبت قواعدها استماعا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. استسمح جزاكم الله خيرا. أمروا بنزلة برد فلهذا استسمح إن كان منا هفون أو خطأ سأل الله عز وجل تقبل منا العمل. فلله الحمد والمنة أولا أن يسر لنا سبل اللقاء وأسباب الالتقاء وجمعنا عبر هذا الأثير كي نتدارس ونتذاكر في كتاب الله عز وجل. والوصية التي أوصيكم بها ونفسي أولا
هي الحفظ التام لما مر من الصور، أن غيب ذا الثقل، صورة صورتين ثلاث صور، يعني غيب ذا الثقل ديال الحفظ. فلهذا الأخوات والإخوان اللي التحقوا بنا هذه الحصة، فعندكم صورة الأعلى ثم صورة الغاشية ثم صورة الفجر إن شاء الله تعالى، صورة الغاشية وصورة الأعلى نعم، ثم صورة الفجر التي درسناها اليوم وقمنا بقراءتها، هي لمحة بسيطة. إذا أردت أن يكون لكلام الله عز وجل عليك تأثير، أردت أن تكون من أهل القرآن، أردت أن تكون من الحاملين للواء القرآن، يجب عليك أولا أن تخلص النية في تلاوة القرآن لله جل وعلا، ثم ثانيا أن تكثر من قراءة القرآن قراءة تدبرية، أقرأ الآية ثم أبحث عن تفسير ميسر لها، أقرأه حتى أفهم معانيها وأتدبر فيها، فالتدبر في كتاب الله عز وجل وفي القرآن هو عبادة. ثالثا وهو الأهم، أن يكون الإنسان يعمل بما جاء في مقتضى كتاب الله عز وجل، العمل بما جاء به القرآن، هذا هو الأصل. ما أنزل القرآن للقراءة أو التبرك، وإنما جاء منهاجا ودستورا لكل الأمم، جاء فيه القصص يحكي القصص لنستفيد من القصص، ثم التشريع من محرم وحلال ومباح ومكروه إلى غير ذلك، هذا هو القرآن. إلا بغينا يسر لنا الله عز وجل ونكثروا من الدعاء على أن نحفظ القرآن. فالقرآن أش كيقول الكتاب الله عز وجل، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، القرآن يؤخذ بالجد والكد والاجتهاد وإخلاص النية لله عز وجل، اللي حفظت نقوم بها الليل ونصلي بهذه الصور اللي حفظت، ونحاول نحفظ أكثر بإذن الله عز وجل. إذا كانت المنافسة والمسارعة والسباق، فالأجمل أن يكون في طريق الله عز وجل في كتاب الله عز وجل، هذا هو الأصل. ماذا سنحرز من هذه الدنيا حينما سنخرج ويقال فلان قد ذهب، قد مضى فلان، قد مر من هنا، ستجد أعمالك وحسناتك وصدقاتك وذكرك وقراءتك للقرآن، وكفى بنا فخرا نحن من يحفظ كتاب الله عز وجل، حينما تصل إلى الجنة ويقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فشوفوا انتم دابا التحدي، منزلتك ومنزلتك يا من تحضر معنا عند آخر آية تقرأها، شوف انت شحال من منزلة بغيتي. إذا حفظت القرآن ستكون في المنزلة العليا بإذن الله عز وجل كاملا. فهذه لمحة بسيطة خاطرة من خالصة لوجه الله عز وجل، أردت أن أحفزكم بها. فما الحفظ بالصعب وما حمل القرآن بالصعب، ولكن الصعب هو أن تستمر في حفظ كتاب الله عز وجل وأن تحافظ عليه. نحفظ الأبناء ديالنا ونحفظ البنات ديالنا ونعلموهم كتاب الله عز وجل حتى يكونوا نشأا صالحا، كأنك قد وضعت فيه برنامجا مضادا للفيروسات، يمكنش يدخل شي فيروس إلا كان حامل كتاب الله عز وجل. وهكذا ربونا أباؤنا وتربى أباؤنا قبلنا، فلهذا نحرص على الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. أنا بغيت هاد الجمع اللي عندي اليوم ما يقارب 12 واحد ولا 13، أنا بغيت إن شاء الله عز وجل كلهم يكونوا من حملة كتاب الله، والله لي الشرف أن ألقاكم غدا يوم القيامة وقد حملتم كتاب الله عز وجل، وقد توجتم بتاج الكرامة أنتم وآباءكم، هذا هو الأصل. أما ما سوى ذلك فوالله لا يساوي شيئا في ملك الله عز وجل. فلهذا نتحمس، نضع برنامجا يوميا، احنا كنتلاقاو مره في الاسبوع ولا لكان من غير الحصه، ولكن احنا بغينا يوميا يكون عندك علاقه بالقران. هاد الصور الاعلى والغاشيه والفجر بغيت انا كل نهار تقراها، بل تقراها عده مرات في اليوم. فلهذا اسال الله عز وجل ان يوفقنا ويوفقكم ويحفظكم في ابنائكم وذرياتكم وازواجكم، وان يفتح لكم في تجارتكم واعمالكم واعماركم، وان يقضي لكم كل المآرب، وان ينوي لكم كل المراد، وأن يهيئ لكم كل أسباب الخير،
وأن يجعلنا وإياكم ممن يستظلون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وأن نكون من أهل القرآن الذين يدخلون الجنة بسلام آمنين. لهذا أوصيكم ونفسي بإذن الله عز وجل سنحفظ القرآن، ستكونون حافظات وحفاظا لكتاب الله عز وجل إذا استمريتم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعل القرآن شافعا لنا ومشفعا لنا، وأن يجعله سائقنا وقائدنا إلى جناته جنات النعيم، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، وأن يرحم جميع موتى المسلمين. وهذا الولد اللي توفى دريان الذي كان درسا وعبرة وعظة لكثير من الأمور، في عظات وفي دروس تلاحم بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تكافل إلى غير ذلك. فهذا درس لنا أن نربط العلاقات، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. كلنا إخوة، لا جزائريون لا تونسيون لا مغربيون لا مصريون لا 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 إلى غير ذلك، كلنا إخوة في الدين وإخوة في الإنسانية. نسأل الله عز وجل أن يجعل أخوتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجمعنا وإياكم في ظل كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك استفسار في حدود دقيقتين، اللي عنده شيء استفسار بإذن الله عز وجل فيما يخص الدرس. ليس هناك استفسار أستاذ، ممكن سؤال الله يخليك؟ بالنسبة للحصة المقبلة إن شاء الله غادي نكملوا صفات الحروف. أيه غنكملوا الصفات إن شاء الله تعالى، وغادي نستظهروا شي حاجة إن شاء الله تعالى. غادي من الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى غادي يبدأ استظهار، نحاول استظهر واحد ولا أمدو من صورة الأعلى إن شاء الله تعالى. الاستظهار غادي يستظهر بإذن الله عز وجل، وغادي يسجلوا عندي في الريجستر باش يبقى عندي يعني فلان استظهر إن شاء الله تعالى. وفقكم الله. ليس هناك من تساؤل؟ وفقكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولك الكلمة سيدي عثمان، سامحونا إن كان منا سهوون أو خطأون أو نسيان، فجزاكم الله خيرا. شكرا سيدي محمد، الله يجزك بخير. وغادي فقط نجاوب على السؤال ديال ريان بالنسبه لكيف يعني كيفاش غيكون الامتحان ان شاء الله. بالنسبه للامتحان حتى غادي نشوف انا وسيدي محمد الطريقه اللي غادي يكون بها الامتحان، غيقدر يكون عبر المنصه ان شاء الله، ولا غادي يكون يعني غالبا غادي يكون عبر المنصه، لان بالمنصه ان شاء الله كاين امكانيه ديال نديروا الامتحانات سواء يعني بزاف ديال الطرق، سواء يعني نديروا يعني دي زوديو ابلودي ولا مثلا دي كيو سي ام، ولكن بزاف الطرق اللي نقدروا نديروا بهم الامتحان عبر المنصه. وملي غادي يعلمني سيدي محمد على اللادات اللي غنديروا فيها الامتحان غادي نعلمكم بطبيعه الحال قبل. وهذا الامتحان ماشي من اجل النقاط، ولكن امتحان فقط باش يعني باش نكونوا عارفين يعني اننا المستوى ديالنا، نحسوا بان المستوى ديالنا كيتطور من مرحله لمرحله. والله يجيب الشفاء سيدي محمد طهور ان شاء الله. جزاكم الله خير يا سيدي. هاد الفيروس هذا كتسالي ايطاف دوز ليطاف واحده اخرى. انت عشتي معايا جميع المراحل، الوليدات وانا الله العظيم. الحمد لله ان شاء الله مغفره للذنوب. دونك شكرا ومرحبا بكم كاملين ان شاء الله. ويعني الحصه القادمه ان شاء الله اللي غادي تكون ديال التعليم التجويد غادي تكون بحول الاثنين القادم، ويعني والحصه الماجيه ان شاء الله في هذا الاسبوع غادي تكون نهار الخميس حصة ديال اللغة الفرنسية. دونك مرحبا بكم كاملين، اي واحد عنده شي استفسار ففي الصفحة عبر الانستغرام راه كاين الناس المسؤولين على الصفحة، اي سؤال راه حنا راه الاشارة للاجابة على الاسئلة ديالكم. ما نطولش عليكم، شكرا بزاف، تصبحوا على خير والسلام عليكم كاملين. حياك الله سيدي عثمان، السلام عليكم. السلام.